ريشان القرية الواقعة على تخوم قعطبة في محافظة الضالع لم تعلم أن شيخها الكبير صالح ريشان سيرتقي شهيدا في جبال دمب، وهو من بحث عن الشهادة في محيط القرية ولم ينلها برغم إصابته وهو يقاتل ميليشيات الانقلاب حتى نقيل الخشبة. الشهيد الشيخ المجاهد صالح مسعد ريشان والأخ الشهيد نايف الجماعي وعبد الرزاق السيد وعبد الله صالح ريشان، هؤلاء شهداء قضوا في هذه الأيام وهم يدافعون عن هذه الشرعية وعن هذا الوطن. عام يمر على ارتقائه شهيدا مع رفيق دربه عبد الرزاق السيد، وهما يذودان عن حمى الدين والوطن في الخطوط الأمامية لمدينة دمب بمثل هذا اليوم، ليلحقا بساعات فقط بالشهيدين الجماعي وباسل القاضي. كان حاملا لهموم أمته ومجتمعه ومدافعا عن قضايا وطنه، عرفناه وعرفه من كان أكبر منا سنا، دائما حاضرا في كل المواقف والمحطات والمنعطفات الخطرة التي مرت بها بلادنا اليمن. ريشان سيرة عطرة وتاريخ حافل بالتضحيات والمواقف الوطنية الشجاعة. كلما تعرض الوطن للخطر فكما شارك في ثورة الشباب السلمية ولم تفته أي فعالية، كان في مقدمة الصفوف الأولى للمقاومة الشعبية. كان رحمة الله عليه نعم الجندي المخلص لوطنه والقائد الناجح في إدارته والمصلح الاجتماعي المميز في أدائه وعمله. وحين اجتاحت الميليشيات الانقلابية مدينة الضالع كان الشهيد سندا وعونا للمقاومة هناك، يمدها بالذخائر والسلاح، إلى أن توج ذلك بقيادته لمعركة قعطبة وتطهير المحافظة بالكامل في 8 أغسطس. مثل الشهيد صالح يرحمه الله بلحيته البيضاء وقامته الفارعة فاتحة أمل لكثيرين كلما اشتدت الأمور وأحدقت الأخطار، يتواجد حيثما تكون التضحية والبذل ولكنه يغيب فيما سواهما. كرس الشهيد حياته في خدمة المجتمع وقضايا الوطن ولم تغب عنه قضايا الأمة، همة تناطح السحاب وفتوة في سن الشيخوخة. نصر المسعدي، قناة سهيل، محافظة الضالع.